والحلقة النهاردة الجزء اللي احنا بنتكلم فيه في قول سيدي ابن عطاء الله السكندري: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. احنا بنتكلم في الدرجات اللي هي درجات الخشوع، ان الانسان يصل الى الوجل. واحنا كنا بنتكلم في حلقة سابقة عن قضية الذنوب، وليه النبي دايما كان يدعو الله عز وجل ان يغفر الله له. هنلاقي من اول ما يبدأ الوضوء وبعد الوضوء، ونلاقي في الصلاة واثناء الصلاة، وحتى بعد الايه وبعد الصلاة، حتى بعد الانتهاء من الصلاة، نحن نستغفر ربنا سبحانه وتعالى 3 مرات، مع ان انا كنت في طاعة، ومع ذلك كأن رب العالمين يقول خلي بالك، لابد أن تنتبه أن أنت المعصية ممكن تدمرك، المعصية ممكن تكون والعياذ بالله سببا من أسباب سوء الخاتمة، ممكن تكون في لحظة من اللحظات المعصية دي اللي أنت عملتها وأنت لا تلقي لها بالا تدخلك جهنم، وممكن المعصية اللي أنت بتعملها دي تكون سبب في نجاتك. فواحد يقول لي إزاي سبب في، يعني أنا ممكن أتفهم إن المعصية دي ممكن تدخلني جهنم والعياذ بالله، لكن معصية ممكن تكون سبب في النجاة؟ أيوة، ربما يفعل العبد معصية فيبدأ المعصية دي، تبدأ العبد يتذكر بعدها ربنا سبحانه وتعالى، يبدأ يتذكر رب العالمين ويقول له هو أنا ليه عملت الكلام ده، فيبدأ يندم. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لنا الندم توبة. ولذلك في ابن عطاء الله كان يقول في حكمة تانية: إذا أراد الله بعبد خيرا وضعه في ذنب يكسره به ثم يرده إليه. يبدأ معصية فيبدأ العبد ينكسر بهذه المعصية، ثم يقول يا رب يا رب، فيتوب إلى الله تبارك وتعالى، ويتوب الله عز وجل على من تاب. العبد كده لما يدخل أحيانا، سبحان الله، ممكن نلاقي كتير من الناس التزمت في الصلاة بعد معصية أو بعد كارثة. كنا نسمع كتير من المشاهير يعني كانوا ملء السمع والبصر في المعصية، وبيقولوا بسبب يعني حريق مثلا، أو بسبب مصيبة حصلت أو حادث أو حد قدامه مات، فيبدأ يحصل له رجة كده نفسية، ثم بعد ذلك يتوب إلى الله عز وجل ويبدأ يعرف ويقول أين الطريق، في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فيتوب إلى الله تبارك وتعالى. وبعض الناس ممكن هو يبقى اللي هو عارف إن هو عابر، يعني يمشي يدخل في الطريق بس اللي هو يعبر بس، ثم يرتد مرة ثانية إلى المعصية. إحنا محتاجين إن أنت عندما تصل لابد أن إيه أن تثبت. ولذلك ابن عطاء الله يقول كده: رب معصية دي أورثت إيه ذلا وانكسارا، اللي هو يا رب يا رب، فأنا ندمان، فأنا خجلان من رب العالمين، عندي الحياء من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، أفضل من طاعة. الواحد يبدأ يدلل بطاعته، اللي هو يقول أنا عملت وعملت 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 وعملت، فأورثت عز واستكبار، فيدخل في باب الرياء، ومن ضمن الناس دول اللي هو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. تخيلي إن المسلم ربما يسمع آية واحدة فيبدأ يتذكر الذنب، فيبدأ يستغفر ربه سبحانه وتعالى فيتوب إلى الله عز وجل. ده بيحصل مع المسلمين. لكن الإشكالية في بقى لما واحد غير مسلم يسمع آية، ربما سمع القرآن لأول مرة، فيتوب إلى الله توبة نصوحة، زي ما حصل مع جبير بن مطعم. جبير بن مطعم كان رايح المدينة بعد غزو بدر، وهو داخل المدينة كده فسمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب يقرأ في سورة الطور، يقرأ الآيات دي يا أستاذة دعاء اللي احنا سمعناها وهنسمعها كتير، وربما لم يتحرك قلب أحد منا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. هو أول مرة يسمع الآيات دي، فقال كاد قلبي أن يطير. فكانت الآيات سبب في إسلام مين؟ إسلام سيدنا جبير بن مطعم. في حين أن آخر يسمع الكلام لكن يبدأ يتكبر على آيات الله تبارك وتعالى، فيكون في جهنم ويقتل كافرا في غزوة بدر. زي مين؟ عتبة أبو الوليد، لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت، ومع ذلك حس أن ده كلام رب العالمين، لكن الكبر أخده، فإيه اللي حصل؟ إن هو كفر بآيات الله تبارك وتعالى، واستمر على كفره بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيموت هو وابنه وأخوه في غزوة بدر كفارا. فعشان كده يا إخواننا بنقول دايما دور على المعصية اللي انت عملتها دي، واستغفر ربك سبحانه وتعالى
وسر ربك أن يمن عليك بقلب صادق تلجأ به إلى الله عز وجل.